السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعة ترند البرنس، يا رب تكونوا بخير. عاجل الآن رئيس الفيفا في لقاء صحفي معاه، قال الجزائر بيسألوا المذيع، والجزائر طلبت إعادة المباراة أمام الكاميرون. طبعا رد قال لا أعلم، يعني من الآخر كده حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم تتأهل الجزائر، وهذا قول رئيس الفيفا، وحسبي الله ونعم الوكيل. ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو.